أخبار اليوم. الإصرار اللي في دمهم، أنا فخر ليا إن أنا خدمت مع ناس زي دي والله. وسام ومقدرش أنسى اللحظات دي، أفضل طول عمري فاكرها. الأبطال والوحوش إن أنا عمري ما هلاقي زيهم، أنا عارف عمري ما هلاقي زيهم والله، وإن كنت منقيهم بالاسم. وناس فعلا يعني فرحة أهاليهم بيهم والله، والله يا فرحة أهاليهم بيهم، هم اتمنوها ونالوها. وربنا يا رب يصبر أهليهم ويخفف عنهم يا رب. بالتوازي مع قيام قائد دبابة طراز M60 بالارتداد إلى الخلف للخروج من الموجة الانفجارية وإعادة الهجوم على العناصر التكفيرية، مع نجاح قائد النقطة وعدد من الأفراد باستخدام القنابل اليدوية بكثافة، مما أدى إلى إلحاق خسائر جسيمة في صفوف العناصر التكفيرية وقتل 19 فردا، بالتوازي مع فرار عدد 2 عربة دفع رباعي إلى اتجاه مدينة الشيخ زويد كمين سدرة أبو الحجاج. في توقيت متزامن قامت عناصر تكفيرية تتراوح بين 40 إلى 50 فردا مسلحين بأسلحة خفيفة ومتوسطة وهاونات وقواذف RPG بدفع عربة مفخخة لتنفيذ عملية انتحارية ضد الكمين. وفور اقتراب العربة المفخخة من الكمين تم اعتراضها ولم تمتثل لأوامر التوقف، مما دفع احد جنودنا البواسل بالتضحية بنفسه واطلق النيران على العربة المفخخة، مما ادى الى انفجارها خارج منطقة الكمين وتقليل نسبة الخسائر. العربية اللي تفجرت، عسكري دخل السلاح في العربية ضرب اللي كان هيفجر الفجارة برا الكمين. ده ارضنا بلدنا، حد اخر شبر احد دخل نفسه. قعدنا 7 ساعات نتعامل عليهم، وقعنا منهم عدد هم شالوا نصه. لما بعتوا جابوا العربيات وهم يشيلوا على العربيات ويجروا، ومنهم اللي جيب موتوسيكل، كل واحد بموتوسيكل ياخد واحد وراه الموتوسيكل ويجري بيه. جثث ميته كلها، فيهم اللي لابس لبس جيش، بس جيش مش زي الجيش بتاعنا، لبس منور، واللي لابس اسود مغمي وشه، اجسامهم ضخمه بس ما يخوفوناش. اديني سلاح دلوقتي وانا ارجع.